جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة من ينبع وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين واو صاد، يقول: كنت إماما في أحد المساجد، وأما الآن فقد أصبحت لا أستطيع أن أصلي بالناس، ذلك أنني عندما أصلي بالناس أشعر بالخجل الكثير مما يجعلني أتلعثم ولا أستطيع القراءة ولا أستطيع مقابلة الناس، وأحس أيضا بالضيق النفسي والاكتئاب وأصبحت أكره الحياة، أفيدوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ عليك بالإكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والورد في الصباح والمساء والاستعاذة بالله من الشيطان، تعالج نفسك بالقرآن والأذكار النبوية وفي ذلك الشفاء إن شاء الله. وعليك أيضا أن تحاول الاختلاط بالناس الطيبين ومجالسة إخوانك الطيبين ومحاولة القيام بالإمامة، وسيزول عنك هذا إن شاء الله، لأن هذا يظهر أنه مرض نفسي وهو أيضا من الشيطان، فإذا عالجته بذكر الله عز وجل وعالجته أيضا بعدم الالتفات إليه وعدم التأثر به فإنه يزول بإذن الله. نعم.